طيب ماذا عن صلاة الاستخارة؟ لو أنك أردت الاستخارة والوقت وقت نهي، هل يصل الحال بك للاضطرار فتقوم تصلي ولو كان الوقت وقت نهي؟ يعني هل الاستخارة فيها اضطرار أو يمكنك أن تؤجلها لوقت الإباحة؟ هذا الأظهر. لكن قد يقول قائل زي ما قال بحسب، يعني نفرض أنك تريد الآن لبيع سريعا وما انتش عارف تاخد قرار، وكنت بعد صلاة الفجر أو بعد صلاة العصر والصيف وعندك 3 ساعات، وقل أنا الآن لو انتظرت 3 ساعات حتى تغرب الشمس فأصلي تضيع البيع. فيعنيني الآن أنا لو صليت استخارة أفوض أمري الله، لأن الاستخارة يا أخوان أجب أن تفهم هي قضية تفويض الأمر إلى الله، لا رؤية ولا منام، لا أنت تصلي وتخلي قلبك من الاختيارات وتترك الأمر. إن أراد خيرا الله سبحانه وتعالى تجد الأمور تسير إليه، وإن أراد غير ذلك يعني ما كان في هذه البيعة خير تجد الله يصرفك عنه. فهذه الاستخارة حقيقة التسليم والتفويض لله في هذا الأمر وتخليه من قلبك تماما. أما هنام وأشوف أنا ما شفتش في المنام، كل دي خرافات لا أصل لها. طيب الرجل الآن يقول أنا البيعة قدامي والعربية هتروح وأكثر من 5 عايزين يشتريها وصاحبها مصمم بيبقى حالي مرتاح لي ومرتاح له إلى آخره، وقد يعلم صاحبها منها الجودة والمتانة وأراد أن يختصك بهذا الفضل لكنك غير مطمئن والوقت وقت قراه، في هذه الحال نقول أصبحت الاستخارة صلاة ذات سبب، فحينئذ لا بأس أن تصلي استخارة. لكن كما قلنا إن لم يكن هناك اضطرار فالأصل أن أخرها الوقت ليس منهياً.